طيب مين؟ احنا مش معنا احنا كنت بتكلم مع الناس هنا في الانتظام عشان خاطر الشرطه، قول لهم الشرطه لازم تنزل. احنا معاك واخواتك واولادك اسالوا حضرتك انا كنت بعمل ايه في الشرطه. والله قالت لازم ان احنا نقف جنب الشرطه عشان اللي بتحكي. احنا معاك يا ام منور اهو، احنا معاك نجيب ولادنا ونقعد جنبك. الامور اللي انت عايزاها نعملها. انا لسه بقولها، هم المشكله عايزين يمشوا الطريق، لكن هم مش قادرين يحل البلد. الطريق بس مش صح، ما الحاجه كلها غاليه حضرتك، والدنيا غاليه والدنيا غلاء. عشان من حضرتك كيلو البلح ب 25 جنيه، ليه الراجل غلبان هيجيب كيلو بلح ب 25 جنيه؟ ما هو من وقف الحال. مش من وقف، ما من قبل كده حضرتك مش سرقه. لا حضرتك قولي الحق بقى. ماشي. ايوه ماشي. بس مش سرقه والنهب للسرقه. ماشي، واحنا وقفنا ده مش كله هنخربها اكتر. لا والله حضرتك، والله بلح عادي الصغير ده مدوي، والله حضرتك بلح انا عادي بجيبه مش الغالي. بلح من ولاد راجل اهو في بخمسه جنيه. عشرة لا لا عشرة ربنا مش ربنا الكبير. بس انت نجحت في ايه؟ ده كلام ضحكناها. لا انا هقول لك حاجه، احنا كلنا اول والاخر مصريين. طب انا كل اللي يهمني مصر بس، انا ما يمنيش اي قوه ولا اي سياسه ولا اي حاجه. مصر ولا قاعدين علشان هي مصر. انا مش خايفه لو انت طيب، مش خايفه على مصر. والله لو عاوزنا حاجه من بعض احنا موجودين. عينينا عينينا والله يا ربنا ما يعوضش. انا زعلانه على اللي حصل بين الشعب والشرطه. لا ولا حاجه، كل حاجه كل حاجه تتصلح وتتظبط. لان احنا نعرف نعيش من غيركم وشعب واحد وامه واحده وامه اسلاميه. طيب.